السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، معكم نقطي من قناتكم نقطي تك. اليوم جئت أشارككم بتجربة قمت بها على صعيد الموقع جيرباست. اشتريت من موقع جيرباست منتوج، هذا المنتوج كما ترون بلوتوث لبلاي ستيشن 3، يدك كما نقولوا ولا مانات بلاي ستيشن 3. اشتريتها من موقع جير بيست، واشتريتها ببطاقة فيزا بي دي ال. اشتريتها ببطاقة فيزا بي دي ال. منذ أن حصلت عليها قمت بالتجربة، أنا قمت هذه أجربها فقط وليس حبي في هذه المرات. جربتها ب$10، شددت بها عن طريق الباي بال، اكتفيت بها الباي بال واشتريت عادي. وصلتني في حوالي 20 يوم تقريبا، المنتوج قالوا انه وصل، ووصل الى البريد الخاص بنا حوالي 10 ايام. هذا النطاق معروف. سأريكم الان المنتوج الذي وصلني عن طريق موقع جيربست، يعني موقع رائع جدا، فيه اسعار جيدة ورائعة. هذا الموقع يبدو بأول تجربة، أول تجربة كما نقول. على بركة الله نفتح العلبة التي جاءتنا من موقع جير بيست، لنرى أول تجربة لنا. تغليف جد مريب. هذه هي المنتج الذي طلبناه، مغلفة جيدا، جاء من الصين. معناها في بي اس 3، ليست بالقيمة ولكنها تجربة رائعة، لقد لحقتني بدون أي مشاكل. شكرا لكم جير بيست، وأتمنى